من أعظم نعم ربنا على عباده إن هم يدركوا شهر رمضان. النهاردة أول أيام هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ودايما بيقولوا عليه كده كده كالشمس بين الكواكب. ده غير طبعا الفضل والثواب العظيم للصائم بيحصل عليه لما بيؤدي فريضة عظيمة ربنا أمرنا بيها. من احنا النهاردة هنتكلم عن التسامح في رمضان بين الناس، وكمان المواظبة المستمرة على الفروض. بنرحب في فقرتنا النهاردة بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. كل سنة وكل المستمعين والمشاهدين بخير وسلام. آمين. كل سنة وحضرتك بألف صحة. لما نيجي نتكلم عن التسامح، أنا عايزة بس حضرتك تعرف لنا التسامح ده بيبقى إمتى وإزاي ومعناه، لأن في ناس بتبقى مختلط عليها الأمر، قد يكون وقع عليها ظلم شديد وتطالب طول الوقت بالتسامح، قد يكون هو اللي معتدي ويطلب من اللي قدامه أنه يتسامح معاه. إمتى الناس بتتسامح وتتسامح إزاي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو أن احنا نتسامح ميعاده إمتى وطبيعة التسامح إيه و الصور المختلفة للتسامح؟ والحقيقة فعلا سؤال مهم جدا، لأنه بيمس واقع الناس، خاصة أن احنا بيبقى فيه أزمنة بنسميها الأزمنة الفاضلة، وهذه الأزمنة الفاضلة لابد أنها توقر وتحترم. فاحنا بنلتمس دخولنا في شهر رمضان باعتبار أنه شهر كريم وشهر فيه خير وبركة، فبنطلب من الناس التسامح. بمعنى بسيط خالص، بمعنى التسامح أن الإنسان يعفو ويصفح عن أي خطأ أو أي تقصير أو أي جناية. طبعا الجناية مش بمفهومها القانوني، يعني خطأ حصل بالنسبة له، فيسامح في ده، يسامح في حقه، يعفو عنه، لو له حق ممكن يتجاوز عنه. واللي عايز أقوله في البداية في مسألة التسامح، إنه المتسامح إنسان كبير، يعني القصة إنه يتسامى على وجعه ويبقى أكبر من ألمه، دي معناه إنه هو إنسان، دي نوع من البطولة بالمناسبة، لأنه البطولة أو الرجولة أو القوة ما هيش في الانتقام وما هيش في استفاء الحق وما هيش في ان انا اكون قوي اقوى من غيري وانزل بيها العقاب وانكل بيه وكذا، لكن ان انا اسامح هي دي البطوله الحقيقيه. فقط اذا كنت قادر على التسامح وانا في موقف قوه، ولا وانا كمان في موقف ضعف اتسامح؟ يعني حضرتك بتقول اذا استطيع ان انكل بيها او استطيع ان انزل به العقاب. تمام. اذا لم اكن قادر على ده برضو يبقى اسمه تسامح؟ متسامح طبعا، لانه ببساطه شديده الحقوق عند الله لا تضيع. يعني انا لو حق ضعف في الدنيا فانا عندي حق في الاخره، هيجي لي. فانا لما اكون متسامح يبقى انا عفيت عنه، ان كنت صاحب مقدره في الدنيا عفيت عنه يبقى ده تسامح، صاحب حق في الاخره عفيت عنه يبقى ده تسامح. ويمكن المشهد الجميل اللي هو دايما بنستدل بيه، وطبعا وفي اكتر من مشهد في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس بينقل التسامح العملي اللي هو مش تسامح نظر. يعني احنا يمكن مشكلتنا ان احنا شويه بنتكلم من غير ما نحاول ناخد الكلام ده لناحيه عمليه حياتيه واقعيه. يمكن عاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فتره طويله جدا في المجتمع المكي، 13 سنه موجود، وهو بيحاول يعرض الدين على الناس ويعلمهم الادب الرباني والاوامر والنواهي وهكذا، وبعدين راح المدينه، وبعد 8 سنين من الهجره رجع تاني لمكه في فتح مكه سنه 8 هجريه. المشهد بصراحه مشهد يعني تعجز الكلمات عن انها توصفه او تبلغه او تحاول تبلوره في صوره معينه، لانه وقف وسط الناس وبعدين بيسالهم السؤال اللي احنا كلنا عارفين القصه، بس عايزين نحسها بقلوبنا اكتر. ما تظنون اني فاعل بكم؟ هؤلاء هم دول اللي شتموه، هم دول اللي ضربوه، هم دول اللي اهانوه، هم دول اللي رفضوا دعوته، هم دول اللي سبوه واذوه حتى في اهله وفي عقله واتهموه بتهم شنيعه جدا. وبعدين هم بكل بساطه، لان هم يعرفوا ان هو صادق امين، قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. طيب ما هو انتم ما كنتوش فاكرين لما حصرتوه مثلا في شعب ابي طالب 3 سنين والناس مش لاقيه تاكل، ما كنتوش عارفين ان هو اخو كريم وابن اخ كريم؟ لما طلب منكم انه انا مش عايز منكم حاجه، لا فلوس ولا ملك ولا 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 ولا، عايز بس ادلكم على الخير واعرفكم طريق ربنا، ما كانش اخ كريم وابن اخ كريم؟ لما تامرتوا على قتله واجتمعتوا قدام البيت علشان تطلعوه ويتفرق دمه في القبائل، ما كانش اخ كريم وابن اخ كريم؟ دلوقتي بقى اخ كريم وابن اخ كريم، ومع ذلك يعني لم تغلبه قوة البطل المنتقم ومعاه أتباعه وجنوده وكذا. نعم، لكن قال لهم بكل بساطة اذهبوا فأنتم الطلقاء يغفر الله لكم. ودي قمة التسامح، مع القدرة على إيه؟ إن أنا أوقع العقوبة أو النكال بصاحب الخطأ في حقه.